كما كتشوفوا اليوم حنا مازلناش على كره القدم، حنا جينا عند واحد الشخص اللي كان معنا في الجمعيه قبل ما كانت كره القدم ولا قبل ما كانت الجمعيه. حنا خوت قبل البلاد كامل، حنا جينا نشجعوه، حنا جينا كما عرفتوا انا كون كانت هو دابا ديبلومي وتيقرا باك بيس 2، كون كانت شي حاجه في الدوله ولا كانت شي حاجه في الاخر كان راه دفعنا شحال من مره، كاين اللي بان عنده ديبلومات كندفعوا في شركات ولا في مباريات التوظيف ديال الوظيفه العموميه، كون كانت 7% مطبقه على هذه الفئه هذه ديال قصر القامه ما تلقاوش ايمن طوفو ولا تلقاو احمد ولا تلقاو اي قصر القامه ولا اي معاق في المغرب كيبيع فعلا في الليمون ولا كيدير هادشي. حنا كنشجعوا الاخ ديالنا ايمن طوفو، وكنشجعوا اي واحد من قصر القامه اللي كيخدم على راسه وكيخدم هذاك الشيء بالحلال، وكيشجعوه حنا كاملين كنشجعوه، لا من البعيد لا من طنجة حتى الكويره كيشجعوه، اي قصر القامه كيشجعوه، هو راه عارف هذا الشيء كتشوف في الانستغرام. حنا دابا ثاني مره كنجيو عندهم من الرباط ولا من فاس غير كنشجعوا بعضياتنا، وهذا الشيء اللي كاين. اما كره القدم حنا طور انجاز ديال الفريق، ماشي فريق، الفكره باش تولي مقننه في العالم كامل. حنا الحمد لله الجامعه كتعاوننا في ما هو لوجيستيكي، كنمشيو اي مره اي رحله عندنا بخارج الطياره المغربيه كيخرجوا طياره كيخرجوا لي فريت فيزا. حنا ناقصنا حاجه واحده هو الدعم داخل المملكه المغربيه. حنا ملي كنديروا لونطريمون ولا كنديروا ليكونستراسيون ديالنا ولا كنديروا التدريب ديالنا كنديروا منا الخاص حنا بعضياتنا، هذا هو وحاجه واحده اللي كنعانيو منها 100%، ماشي غير 99 ولا 98 50، هي النقل، يا اما في لونيسيف تران يا اما في ساتيام يا اما في هذه. حنا ما كرهناش يكون ترونسبور ديالنا حنا خاص ميني بوس في 20 بلاصه ولا 25 بلاصه يكون ديالنا، حنا كاع ندبروا على لي بون ديال ليسانس، حنا نتعاونوا بعضياتنا. المهم هذا الميساج كاع الناس، وكنشكر كاع الناس اللي كيشجعوا ايمن باش يشجعوه باش يطور المشروع ديالو الحمد لله. حنايا دابا حنايا في الجمعيه راه كاين شي 20 واحد عنده ديبلوم باك بيس 2 باك بيس 3 باك بيس 5، كاين اللي ازازه كاين اللي قانون. حنا كندفعوا كناخذوا شهاده الاعاقه ديالنا ديال 7% كندفعوا فيها في الوظيفه العموميه، ولكن ما كتوصلوا حتى ما كتتطا ما كاين حتى حل، كندوزوا الكتابي كنشافعوا والو، هذا الشيء اللي كاين. كندوزوا محسوبين معاه كندوزوا محسوبين مع الاسبوع كما قال الاخ، كندوزوا محسوبين مع الاسبوع كندوزوا مع الاسوياء ديال الناس عاديين ب 7%، ولكن مثلا توصلوا والو.